زعيم حركة استقلال القبائل، سنعمل على فتح مكتب أو سفارة في المغرب لتمثيل جمهورية القبائل. عبر فرحات مهني زعيم حركة استقلال القبائل عن شكره للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال على المذكرة الرسمية التي قدمها في اجتماع حركة عدم الانحياز، والتي تضمنت مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل. وقال مهني في فيديو عبر تقنية البث المباشر على صفحته في الفيسبوك: سنعمل على فتح مكتب أو سفارة في المغرب لتمثيل جمهورية القبائل. وكانت الجزائر قد وصفت في بيان لخارجيتها تصريحات هلال بهذا الانحراف الخطير. وأضاف بيان وزارة الخارجية أن الجزائر تنتظر من جديد من المملكة توضيحا حول موقفها النهائي من هذا المستجد، معتبرا تصرف المغرب يندرج ضمن حملة معادية للجزائر وفق صياغة البيان.